سعيد يلا سعيد وفي خطأ لصالح سعيد العوران حتى الدقيقة 17 أو 18 من الشوط الأول ليس هناك فوارق تذكر بين أداء المنتخبين السعودي والهولندي. ليس هناك فوارق تذكر، نحن نهاجم ربما حتى الآن أكثر مما هاجموا، وننقل الكرة ببراعة وبدقة ونصوب أكثر مما صوبوا، وده الواقع مبعث اطمئنان وثقة بالنسبة للاعبتنا وللمشاهدين الأعزاء ولنا بالطبع. عبد الله صالح والهريفي بيسيبها، عبد الله صالح يلعب الهريفي باتجاه المرمى ومتعدي في المرمى، جول المرمى، جول المرمى، جول المرمى، المرمى. فؤاد أنور، فؤاد أنور، فؤاد أنور. الدقيقة 18، الدقيقة 18، فؤاد أنور. وزي ما كنت بقول لك قبل شوية ما في فرق أبدا، الفرق الوحيد دلوقتي إن إحنا سجلنا هم لسه، وإن شاء الله ما حيسجلوا، وإن شاء الله ما حيسجلوا. كرة حلوة 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 حلوة، وأول هدف دولي عالمي سعودي يسجل في الدقيقة 18 والثانية 30، دقيقة 18 والثانية 30 أمام هولندا. هولندا ألف مبروك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، الرجل الذي غرس فحصد وإن شاء الله سيحصد ثمار كثيرة نتيجة التفوق المستمر للشباب السعودي. نيذرلاند 0 سعودي أرابيا 1. هدف لمنتخبنا الوطني السعودي، لا شيء لمنتخب هولندا.